مكفين بفقراتنا الصباحية، وأيضا ضمن جائحة كورونا كثير من الأحيان بنسأل ضمن العيادات هل زادت نسبة التعقيم، وأيضا على المرضى يلي عم يتوجهوا للعيادة سواء كان لأي شيء، هل هن عم ياخذوا الإجراءات أيضا اللازمة في حال دخول العيادة للتعقيم؟ أكيد كل هالمواضيع رح نحكي عنها مع الدكتورة لينا، أخصائية لينا يزبك، اختصاصية بطب وعلاج الأسنان. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. يعني عم نحكي عن موضوع كتير يمكن هو مهم لكتير من الناس، خاصة هلأ بعد الحجر في كتير ناس من الأكل الحلو والقصص، أو حتى كان عندها مشاكل ما تابعت يمكن عملية يمكن معالجة أسنانها. فخلينا نحكي اليوم، رجعت العالم، رجعت فتحت العيادات طب الأسنان، عم تستقبلوا العالم بهذا الظرف. أول شيء خبرينا عن الوضع، كيف التعقيم، كيف عم بتكون أيضا الإجراءات الوقائية كطبيب كعيادة وأيضا كمريض؟ هو أكيد يسعد صباحكم. أول شيء بظل انتشار فيروس كوفيد 19 حاليا، وبما أنه يلي هو خطورته بانتقاله بانتشاره أكثر من ما هي خطورة أعراضه، هذا الشيء ترتب علينا عدم وجود علاج أو لقاح نوعي لهذا الفيروس، فبترتب علينا أنه نحن الوقاية كانت هي العلاج الأأمن فينا نقول بهي الحالة للتصدي لهالجائحة. وبدي نوه لشغلة أساسية، أنه نحن حتى خلال فترة الحجر يلي كان عيادات الأسنان ما وقفت، بس كانت مستمرة للحالات الاضطرارية والإسعافية لحتى نخفف بس فرص التعرض للعدوى، لأنه طبعا مثل حسب ما قالت منظمة الصحة العالمية، يعني صنفت أطباء الأسنان هي أنه مصدر عدوى 100% انتقال العدوى لإلهم. فهذا الشيء ترتب أنه كان نخفف شوي من الإجراءات اللي تجميلية أو يلي ما لها ضرورية وإسعافية. وهلأ بعد ما إن شاء الله هيك خفت الجائحة وإن شاء الله يعني يكون لزوال إن شاء الله، من أنا نأكد شوي على ظروف العقامة يلي لازم تتوافر بالعيادة، والإجراءات الصحية من إجراءات صحية لازم تكون متوافرة. طبعا منأكد لحنا أنه العقامة هي أوريدي موجودة، يعني بالعيادات هي موجودة، ما موجودة، بس بدنا نأكد على نقط أساسية بدنا نركز عليها، من أنه مثلا تهوية الزايدة للعيادة بدها تكون، من تكون تباعد المرضى، يعني لحنا كنا قبل ممكن نسمح بأنه تواجد عدد كبير من المرضى بغرفة الانتظار، هلأ لا بدنا يمكن نعمل. قلصتوا دكتورة عدد المواعيد كمان، يعني أنه كنا نعطي مثلا خلينا نقول 5 مواعيد باليوم، صرنا نعطي 3 مواعيد باليوم. بالضبط، يعني هلأ لحنا مينيموم لازم يكون أنه 45 دقيقة بين المريض والثاني لحتى يتيح فرصة تعقيم العيادة، يعني بعد علاج المريض. وفي حال كان تواجد أكثر من مريض بغرفة الانتظار، فلحنا بننصح بأنه نعطيه كمامة، يكون في مسافة من 3 إلى 5 أقدام، يعني مثلا كرسي أو كرسيتين، ما يكونوا المريضين بلزق بعض قاعدين، يعقموا إيديهم مزبوط قبل ما يفوتوا، بالإضافة لاستخدام أجهزة خاصة هي ما كانت موجودة قبل. نعم. مثل التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ما كنا مضطرين عليها قبل، غير أنه مثلا كل فترة والتانية، هلأ أنه لا، الأفضل أنه تكون يوميا موجودة. هلأ عم نحكي عن إجراءات التعقيم للأدوات والعيادة، صحيح؟ تمام. للأشعة فوق البنفسجية اللي هلأ كانت يمكن نادرة، هلأ صارت هي ما كانت نادرة، بس كانت أنه بفترات متباعدة أكثر من ما هي أنه تمام. بشكل يومي. فهلأ صار أنه الجهاز الموجود بالعيادة هذا بيحمي أنه بيوفر عقامة كبيرة من الميكروبات والفيروسات، لأنه هو بيكسر بنية الدي إن إيه الموجودة للفيروس، فهذا بيساعد على التعقيم أكثر. هاي بالنسبة لغرفة المرضى، طبعا باستخدام المطهرات للأسطح، لأنه مثل ما بنعرف أنه الفيروس موجود، يعني بيضل موجود على السطح من 24 ساعة وفوق، فلحنا هذا بيحتم علينا استخدام مطهرات للأسطح، مقابض الأبواب، كل السطوح أو الكراسي اللي ممكن تكون متوافرة أو معرضة للتلامس كرمال يخفف. عم نشوف نحن بعض الإجراءات اللي طبعا وثقتها كاميرا الإخبارية السورية ببعض بعيادة ما للإجراءات الوقائية والتعقيم طبعا لطبيب الأسنان. طبعا هون هلا اللي عم نشوفه، نحن بنفضل استخدام الأدوات اللي استعمالها مرة واحدة ديسبوزيبل، مثل ما هلا عم بيرجونا الكاسة، الكمامة، الماسك، هذا البافيت تبع المريض، السكشن الجراحية،
والادوات اللي كانت عم تحكي عنها هي الادوات الجراحيه يلي بدها تعقيم بجهاز تعقيم خاص اللي هو اسمه الاوتوغليف. طبعا هون اغلفه خاصه نايلون تنحط على الضوء، تنحط بتغلف الكرسي كاملا فيها، وتتبدل تتبدل بين كل مريض ومريض. نعم. بالاضافه لاستخدام معقمات الاسطح للكرسي ومرفقاته اكيد. تمام. يمكن دكتوره عمليه التغليف هي للاستخدام للمريض يعني، وبعد الاستخدام بيتم نزعها وبيتم حط وحده جديده خلينا نقول. تماما. وايضا ممكن يعني هدول مثل هالادوات اللي طبعا ما فينا نحن نستبدلها، هدول بيتم تعقيمها بالاشعه فوق البنفسجي او لا، هي فينا نحطها نحن بالقياس خاصه بتنختم وبتنحط بالاوتوغليف اللي هو جهاز تعقيم بالحراره الرطبه، يعني بيعتمد بتعقيمه على الحراره العاليه والضغط العالي. نعم. في اجراءات اخرى يمكن كمان تتبعوها بالنسبه للتعقيم؟ هلا اكيد هو اجراءات البديهيه اللي بتتحتم على الطبيب انه كيف يكون هو يتعامل مع المريض، من غسل الايدين قبل ما يعني قبل ما يعالج المريض، غسل الايدين لمده دقيقتين قبل المعالجه، قبل ارتداء الكفوف، وضع الماسك الجراحي، وضع الاي بروتكتر او الفيس شيلد نواقي فمه الوجهي، الالبسه الواقية كمان ممكن السيرجيكال جاونز اللي بتتبدل بين كل مريض ومريض بحالات الجراحية، أو المريول الخاص بس بشرط أنه ما ينقلوا معه على البيت كرمال ما ينقل الفيروس. صحيح. وطبعا بتتعقم حسب الأصول بدرجة حرارة مينيموم 60 وطالع. طبعا كمان مثل ما قلنا استخدام الأدوات المرة الواحدة من الماسك الجراحية، تجنب استخدام القبضة السرعة العالية، قبضة التحضير، يعني بنتجنب كمان نستخدم الأشعة داخل الفموية احنا، لأنه طرق انتقال الفيروس بيتم يعني بالعلم الفموي بعلم الفم انه بينتقل بثلاث آليات، هي التلامس او السطح الملوث او عن طريق الإرزاز. فلحنا كرمال هيك بدنا نخفف يعني انه التواصل وش لوش مع المريض لانه كثير مباشر. صحيح. من خلال انه تلامس الدم او اللعاب او السوائل الاخرى. صحيح. الموجوده بالفم. صحيح. او تطاير الحلق بالهواء. صحيح. حتى ممكن تنتقل للكادر الطبي الموجود او للمرضى الباقيين. نعم. حتى اللي بيتم خلينا نقول افراغ اللي بالفم فيها قديش كمان مهم انه تتعقم بدرجه عاليه طبعا بحسب تعقيمات اكيد هي خاصه اللي معقمات خاصه. ونحن حتى يعني للمريض قبل ما نبدا علاجه المفروض انه يستعمل مضامد معينه. تماماً. مثل البيتيدين مثلا 0.2% او الهيدروجين بيروكسايد 1%، مع التنويه انه هون مضامد الكلورهكزيدين هي ما راح تكون فعاله ابدا لانه هي بتقتل بس البكتيريا وما بتقتل الفيروسات. اها تماما. يمكن زينب عم نشوف كيف طرق التعقيم. خلينا ننتقل للمريض هلا اللي هو داخل العياده وبده يعالج اسنانه، قد ايه كمان مهم انه ياخذ الاجراءات ويتبع جميع الإجراءات لحماية نفسه وحماية أيضا الطبيب اللي عم بيعالجه، يعني ارتداء القفازات وأيضا الكمامة. وأهم شيء بأكد عليه أنه يحجز موعد قبل ما يجي على العيادة. لا إذا كان كرمال أنه بس نخفف شوي من عدد المرضى الموجودين بالعيادة. طبعا مع استخدام مثل ما قلتي الماسك، حتى إذا ما كان هو حاطط ماسك لحنا بنعطيه ماسك، لبس الكفوف كرمال ما ينتقل له العدوى من اي سطح مع اجراءات التعقيم الموجوده، بس ما بنعرف كيف ممكن ينتقل له. طبعا يعني في اجراءات ثانيه كثير كمان انا بنصح فيها انه قبل مغادره البيت انه هو ممكن انه يستخدم الاجراءات الجديده هي. انه معجون الاسنان هو صار يعتبر انه مصدر مهم للتخفيف من انتشار العدوى والاصابه من العدوى. ليه؟ لانه هو بيحتوي على مواد قاتله للبكتيريا والفيروسات مثله مثل الموجوده بالمنظفات او الجل تبع غسيل الايدين. تمام. فهذا بخفف الحمل الفيروسي الموجود بالفم من مده 3 إلى 5 ساعات، هذا بخفف من انتشار العدوى لغيره ومن الاصابه.
نعم. لكن خلينا نشوف ونسمع منك نصائح أخيرة لكل حدا يمكن بده يتجه لعيادة طبيب الأسنان بعد فترة حظر منزلي، الإجراءات اللي هو لازم يتبعها، وأيضا كيف ممكن يحترم هي المواعيد مثل ما قلتي حتى يكون في عن جد التباعد الاجتماعي، هو كثير عم يشدد عليه حتى لو أنه رجع كل شيء يعني ورجعت الحياة بشكلها الطبيعي. أكيد لحنا منأكد على المريض أنه طبعاً التوصيات العامة طبعاً منظمة الصحة العالمية اللي كنا بنعرفها، التأيد بالنظافة الشخصية من غسل الإيدين، ارتداء الماسكات، الكمامات، الكفوف، ما يطلع من البيت إلا الحالات الضرورية. أكيد مثل ما قلنا كمان هلأ من الإجراءات الجديدة تبع قبل ما يروح على طبيب الأسنان يفرش أسنانه. طبعاً في كمان نصيحة جديدة هي أنه بتطهير فرشات الأسنان اللي هي كتير في عالم بتغفل عنها، إنه هي يعني وسيلة كتير مهمة لنقل المرض. كان ما من يعني طريق العالم بيحطولها خلينا نقول إنه كلور قديش غلط، في عالم بيغلوها قديش غلط. هذا الحديث هلأ هو هلأ في غلط وفي صح. الكلور عادي؟ مو عادي، بس احنا فينا نستخدم مطهرات تانية خاصة بفرشات الأسنان مرة بالأسبوع، أو الكحول الإيتيلي 70% كافي، أو في شغلة جديدة ممكن نضحك شوي هي أنه ممكن نحطه بجلاية الصحون دورة كاملة تماما، فهي كافية لتطهيرها. بعد الاستعمال اليومي انه يكون بعد كل استعمال انه تنغسل بمي سخنة، كمان بخفف من الحمل البكتيريا اللي كان حتى بالفم، هذا بيساعد عليها. تنحط ببوكس خاص مهوى، ما تنحط بدرج او بمكان مغلق انه يكون في بيئه رطبه ممكن تنمى عليه كمان الجراثيم او الفطور. بيكون يفضل اذا كان الخزانه اللي محطوط فيها فرشات الاسنان كمان بنفس المحل يلي بيكون في التواليت، كمان ننتبه كثير مهم لانه ممكن يتطاير ارزاز ويلوث الفرشايه. صحيح. فمشان هيك لازم كثير ننتبه لتطهير الفرشايه، وحتى الفراشه الكهربائيه انه ممكن نحط لها وازل مثل ما بنحط انه اغلفه نايلون ممكن تتبدل بين فتره والثانيه، والانتباه طبعا انه عدم مشاركه الفراشي بين حتى أكيد. او ما تتشابه حتى. وغسل الايدين قبل ما نفرشي اسناننا، يعني غسل الايدين بعدين بنفرشي الاسنان، بنستخدم الخيط المضمضه، بعدين بنرجع بنغسل الفم وبنرجع بنغسل الايدين من جديد. صحيح. يعني مع هالمعلومات نشكر وجودك معنا دكتوره دينا يزبك، وايضا ان شاء الله يكونوا المشاهدين استفادوا ونحن ايضا استفدنا من هيدي النصائح. ميرسي لك ويسعد صباحكم والله يحميكم ويحمي الجميع.